الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم هذه مقدمة رقم 5 إلى بحوث عمليات برمجة خطية. هذا هو الجزء الأول عن الطريقة المفردة أو ما يسمى Simplex Method. هذا This is part 1 for Simplex Method. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. الآن أذكركم، قدمنا في المقاطع الأربع السابقة حل مسائل البرمجة الخطية بواسطة الطريقة البيانية أو ما يسمى Graphical Method، وقدمنا فيها عدد من الأمثلة العملية والنظرية. هنا Graphical Method فعلا يعني يستخدم الباحث أو الطالب أو الشخص المعني بالأمر رسم بياني حتى يحدد القيود والمنطقة التي تسمى Feasible Solution. أما الآن دعنا نذكر بهذه الحقيقة، هنا قد تكون الطريقة البيانية مفيدة جدا عندما يكون عدد متغيرات القرار أو ما يسمى decision variables 2، وعدد القيود قليل نسبيا، يعني قيدين 3 ربما 4، لكن كلما زاد على القيود تتعقد المسألة بما يتعلق بالطريقة البيانية. وفي حال كان عدد متغيرات القرار أكثر من 2، يعني عندي X, Y, Z أو X الأولى، X الثانية، X الثالثة، X1, X2, X3، وأنا إذا كان أكثر من الثانية يتعذر حل المسألة بالطريقة البيانية، لأن الأبعاد التي يتخيلها الإنسان ليست أكثر من 3، طول وعرض وارتفاع وربما مع الزمن، لكن أكثر من 3 صعب جدا نتخيل شكل بياني. ولهذا السبب طور العلماء الطريقة المفردة اللي هي بسيطة Simplex Method للتعامل مع عمليات تعظيم أو تقليل الدوال خضوعا لقيود معينة. وهذه الطريقة ليست بسيطة بالمعنى التقليدي، فهي تحتاج إلى متابعة وتركيز على خطوات الحل. هناك بعض المصطلحات التي ينبغي على المبتدئ أن يعرفها سلفا، منها المتغير الفائض surplus variable، وهو متغير يضاف إلى المعادلة كي تستقيم حساباتها بالطريقة المفردة البسيطة هذه Simplex Method. وأيضا وهو أهم هنا ما يسمى المتغير الراكد Slack Variable، وهو متغير يضاف إلى القيد المفروض على الدال الهدف Objective Function وإلى الدال الهدف ذاتها كي تستقيم الحسابات، وسنبين ذلك خلال مثال بإذن الله تعالى. تستخدم الطريقة المفردة أو Simplex Method في حل نماذج في البرمجة الخطية Linear Programming يدويا، استنادا إلى ما يسمى المتغير الراكد. طبعا هناك الآن برامج حاسوبية متقدمة، لكن هي نشأت على الطريق يعني باستخدام جداول، وكانت تحل يدويا في مضى من سنوات. فاستنادا إلى ما يسمى المتغيرات الراكدة Slack Variables والجداول Tableaus، اللي هي يعني كلمة فرنسية من Table باللغة الإنجليزية جدول أو جداول Tableaus، والقيم المحورية Pivot Variables أو بسموها الانكمينج فيكتور والاوتجوينج فيكتور، سأبينها إن شاء الله في هذا المقطع، وربما يعني ليس ربما إن شاء الله تحديدا في مقاطع قادمة يعني أمثلة عديدة للوصول إلى القيم المثلى التي تحقق قيمة عظمى أو صورة للنموذج الخطي. هناك خطوات محددة للباحث، لابد للباحث عن القيم المثلى للدالة أن يتقيد بها كي يصل إلى مراده. أول واحد وضع الدالة وقيودها بالصيغة المعيارية أو ما يسمى Standard Form. سنتعلم كيف نحول عندي دالة والقيود المفروض عليها إلى ما يسمى بالصيغة المعيارية أو Standard Form. ثانيا إدخال المتغيرات الراكدة حسب الأصول Slack Variables هذه. ثالثا بناء جدول Tableau حسب الأصول. رابعا البحث عن الحل الأمثل Optimal Value. وأخيرا تحديد القيم أو القيم المثلى التي تحقق إما قيمة عظمى أو قيمة صغرى. إذن هذه الآن الخطوات الخمسة التي ينبغي على الباحث أن يتبعها. ما هي المتغيرات الراكدة؟ هذا السؤال مهم جدا خاصة لأحبة المبتدئين Slack Variables. What are they؟ كي ندرك معناها العملي دعنا ننظر للمثال الآتي. لنفترض بأن صانع الماء للسجاد يمتلك المواد الآتية: ساعات العمل، فقط لديهم ساعات العمل ومواد خام. يعني عنده الآن هالآلة النول نسميها أو المحياك، فهذا الآن يقوم بصنع السجاد، لديه وقته ووقت العمال الذين يعملون لديه والمواد الخام التي يحتاجها إلى صنع السجاد، ويصنع شكلين من السجاد: العادي رمزنا له برمز X
ويبيع القطعة الواحدة بخمسين دينار، لاحظوني. والنوع الثاني من السجاد فاخر واي، ويبيعه بمئة دينار القطعة الواحدة. وهذا المصنع يبحث عن الكمية التي ينبغي، أو الصانع، المصنع أو الصانع يبحث عن الكمية التي ينبغي أن ينتجها من الشكلين بحيث تكون أرباحها الباي أعظم ما يمكن. إذا لاحظوا لي هنا عندنا نوعين من السجاد X وY، ببيع النوع العادي بخمسين دينار قطعة الواحدة، وببيع النوع الفاخر بمئة دينار قطعة الواحدة، ولا يمتلك هذا المصنع أو الصانع إلا موردين: المورد العمل هو ساعات العمل، قوة العمل لديه وعند الآخرين الذين يعملون معه، ومواد خام القطن والخيوط وما شابه. لنفترض الآن بأن السجاد الواحد من النوع X تحتاج إلى 10 ساعات عمل خمسة كيلوغرامات من المواد الخام. إذن X، هاي كل قطعة من سجاد X اللي هو السجاد العادي تحتاج إلى 10 ساعات عمل وخمسة كيلوغرامات مواد الخام. أما الشكل واي اللي هو الفاخر من السجاد فيحتاج إلى 15 ساعة عمل وعشرة كيلوغرامات من مواد الخام. ولا يمتلك الصانع إلا 90 ساعة عمل أسبوعيا وخمسين كيلوغرام من المواد الخام أسبوعيا. وبناء على ذلك تكون دالة الأرباح كاملة. هذه الماكسيمم يعني يحتاج إلى أن يعد ماكس، اختصار لماكسيمايزيشن، لا دالة الأرباح باي، تساوي الآن 50 دينار لكل قطعة ببيعها من X أو بنتجه ببيعها، زائد 100 دينار لكل قطعة بنتجه ببيعها من Y. هاي دالة الأرباح 50X زائد 100Y. لكن هناك قيدان: قيد الأول أنه كل واحدة من X تحتاج إلى 10 ساعات، وهون 15 ساعة على Y. يعني X من اللي هي النوع العادي من السجاد يحتاج إلى 10 ساعات لكل قطعة، وخمسة عشر ساعة أو خمسة عشرة ساعة من واي، ولا يتوفر لديه أكثر من 90 ساعة أسبوعيا. وبالتالي هنا القيد 10X زائد 15 واي أقل من 99. والقيد الثاني اللي هو كل قطعة من أكس تحتاج إلى 5 كيلوغرامات من المواد الخام، والقطعة الواحدة من واي تحتاج إلى 10 كيلوغرامات، ولا يتوفر لديه أسبوعيا أكثر من 50 كيلوغرام. وبالتالي أصبح القيد 5X زائد 10Y أقل من 59. هذه الآن الدالة الهدف التي يحتاج إلى تعظيمها، تعظيم الأرباح، خضوعا لهذين القيدين 10X زائد 15Y أقل من أقل أو من 99 أقل من 99، و5X زائد 10Y أقل من 59. هذه حلها على الطريقة البيانية هينة جدا جدا، لكن أردنا أن نضرب هذا المثال كيف الآن نقوم بتحويلها للصيغة المعيارية حتى يعني نقلل من الوقت اللازم، ثم نخصص إن شاء الله مقاطع لاحقة عن نماذج أكثر تعقيدا. نتابع. هذا الآن اسمه قيد الزمن: 10 ساعات لكل قطعة من X، 15 ساعة لكل قطعة من Y، أقل من 99 ساعة بالأسبوع. وهنا قيد الكميات، هذا 5 كيلوغرام أو 5 كيلوغرامات لكل قطعة من X، 10 كيلوغرامات من لكل قطعة من Y، أقل أو تساوي 50 كيلوغرام أسبوعيا. نقول في هذه الحالة بأن هناك متغيران يعتمد عليهما قرار الإنتاج، يسميان متغيرات القرار decision variable. يعني نسمين هون الآن المتغيرات التي يعتمد عليها القرار هما كمية السجاد العادي وكمية السجاد الفاخر، لأن هذاك الآن الساعات والمواد الخام مفروضة علينا، فرض مفروضة على الصانع. أما الآن القرار نسميها decision variable، يعني المتغيرات التي يعتمد عليها قرار الإنتاج، هي كمية السجاد X السجاد العالي وكمية السجاد الفاخر Y. لهذا سبب سميها متغيرات القرار، مثل متغيرات القرار. لنفترض الآن بأن الصانع لم يستغل أي من الموردين المتاحين، يعني جلس أسبوعا أو مدة من الزمن لم يستغل لا الوقت المتاح له، قوة العمل، ولا المواد الخام، أي أنه لم يستغل ساعات العمل المتاحة والمواد الخام المتوفرة. ما يعني بأن هذين المتغيرين اللي هي ساعات العمل والمواد الخام هما راكدان. ما يعني بأن هذين المتغيرين راكدان، وبالتالي فإن هناك متغيرين غير مستخدمين راكدين، وهما ما نطلق عليهما المتغيرات الراكدة. دعنا نضرب مثالا هنا. تدخل المتغيرات الراكدة على دالة الهدف والقيود كما يأتي. هاي الآن دالة الأرباح باي تساوي 50
X زائد 100 Y زائد صفر في S1 زائد صفر في S2، هاي المتغير الراكد الأول الذي يمثل قيد الزمن أو يعني متغير الزمن، وزائد صفر من S2 الذي يمثل الآن قيد الكمية. خضوعا لي نريد أن نعظم هذه، خضوعا لي 10 X زائد 15 Y زائد S1 دخلناه على القيد الأول اللي هو ما يتعلق به، هنا عندي إذا بتذكروا الزمن وهنا الكميات، فدخلنا S1 على الزمن دخلنا S2. إلا لنفترض بأن صانع هذا المصنع لم يستغل أي من الزمن أو المواد الخام لإنتاج X و Y، وبالتالي S1 في هذه الحالة 90، هذه S1 تساوي 90، مورد راكد لم يشتغل. وكذلك الأمر الآن إذا أنه لم يستغلها هي بالقيد الثاني، عندي الآن هاي الكميات، فلاحظوا لي S1 هو عبارة عن الزمن في الحالة هاي 90 ساعة أسبوعيا، هنا إن لم يستغل أو لم يقم بإنتاج أي شيء في ذلك الأسبوع أو خلال فترة زمنية بتكون هاي تساوي صفر، هاي تساوي صفر، إذا S2 تساوي 50، هنا 50 كيلوغرام من مواد الخام غير مستغلة، وبالتالي نسمى المتغير الراكد الأول S1 تساوي 90 إن لم يقم هذا الصانع بإنتاج أي شيء، وS2 تساوي 50 ساعة إن لم يقم هذا الصانع بإنتاج أي شيء ولم يستغل وقته. تكرار لما ذكرت هنا، نلاحظ بأن معامل المتغير S1 ومعامل المتغير S2 في الدال الهدف، هنا لاحظوا المتعامل صفر والمعامل صفر هو صفر لكل منهما، وهنا نقول بأن كلفة المتغير الراكد S1 هي صفر وكلفة المتغير الراكد الثاني S2 هي صفر. لاحظوا هنا الكلفة صفر صفر، هنا لاحظوا لي كلفة X 50، كلفة Y 100، هنا كلفة X 10، كلفة Y 15، وهكذا لاحظوا لي. أما في القيدين الأول والثاني، وإذا افترضنا بأن مقدار مدخل الساعات يساوي صفرا ومقدار مدخل المواد الخام يساوي صفرا، فإن S1 تساوي 90 وS2 تساوي 50، هما يعني هذه كميات معطلة، عفوا هنا هذه كميات معطلة من غير استخدام، وبالتالي فإن المتغيرين راكدان، هذا الذي يعني المقصود بهما. مثال الآن لنفترض بأن لدينا نموذج الخطي، هذا مثال الآن بدي أعمق فكرة ما يسمى بسلاك بارابلز أو المتغيرات الراكدة وفكرة الصيغة النموذجية أو الصيغة المعيارية وما شابه. لنفترض الآن بأن هناك باحثا أو حالة أو مصنع الآن يحتاج إلى مينيمايز، يقلل هذه الدالة، سالب زي تساوي سالب 16X سالب 20Y سالب 14W. subject 2 هذان القيدان، هنا طبعا تحصيل حاصل، هنا هذا القيد الأول 2X زائد 6Y زائد 4W أقل من أو تساوي 20، والقيد الثاني سالب 2X سالب 10Y سالب 2W أكبر من أو تساوي سالب 16. وهنا من قبيل تحصيل حاصل بأن X و Y و W كلها أكبر من صفر، بمعنى نسميها إحنا متغيرات غير سلبية أو سالبة أو غير سالبة، non-negative constraint. الآن هذه تسمى القيود، قيد أول ثاني، وهذا من قبيل تحصيل الحاصل. هذه الدالة الهدف الآن هي Z بالحالة هاي لكنها سالب، ونريد أن نقللها minimize هذا الرقم، والقيود غير السالبة هذه X و Y و W. أول خطوة الآن الصيغة المعيارية standard form، وهي الصيغة الأساسية التي تستخدم في حل مسائل البرمجة الخطية. تتطلب هذه الصيغة ثلاثة شروط، أحب تنتبهوا على الشروط. الشرط الأول، يجب أن تكون مسألة تعظيم maximization للدالة، هنا أعطوني minimization، إذن يجب أن أحولها من minimize إلى maximize، فإذا أول شرط يجب أن تكون مسألة تعظيم maximization problem للدالة ما. الشرط الثاني، يجب أن تكون كل القيود الخطية linear constraint، هذا القيد الأول هذا القيد الثاني، ربما في عندي مسائل فيها 10 قيود، فيجب أن تكون كل القيود الخطية linear constraint بصيغة أقل من أو تساوي، هنا الأول 2x زائد 6y زائد 4w أقل من أو تساوي 20، لكن هذا لاحظوا لي أكبر من أو تساوي، وبالتالي لابد أن نعكسه. كيف نعكسه الآن؟ سنتعلم ذلك. ثلاثة الآن، الشرط الثالث، يجب أن تكون كل المتغيرات غير سالبة، هذه الآن عندي X لاحظوا non-negative، ما قال إنها صفر، non-negative بمعنى آخر أنها صفر أو أكبر، هنا X
واي دبليو اكبر من او تساوي صفر وبالتالي غير سالب يسمى نون نيجاتيف. يمكن للباحث ان يفي بكل هذه الشروط بواسطه تحويل المعادلات المعنيه بالطريقه الجبريه التقليديه. كيف الان؟ لاحظوا الان ما الذي من اجل تحويل الان صيغه التقليل مينيمايزيشن الى صيغه تعظيم يضرب طرفي الهدف هنا دال الهدف بسالب واحد. لاحظوني اذا يضرب طرفي الدال الهدف اوبجكتيف فانكشن اللي هي زي سالب هنا تساوي سالب 16 اكس سالب 20 واي سالب 14 اذا ضربناها بسالب واحد ما الذي يحدث الان؟ يعني تكون الداله كما شكل وبالتالي تصبح ماكسمايز. وهي تعلمناها بمبادئ الكالكولس او التفاضل التكامل. اذا اردت ان تعظم داله فتستطيع ان تحقق ذلك من خلال تقليل سالبها، واذا اردت ان تقلل قيمه الداله فيمكن لك ان يعني ان تعظم عكس الاشاره لها. وبالتالي هنا مينيمايزيشن معناته لانها سالبه سالبه سالبه، لما ضربها بسالب واحد أصبحت الآن هي موجبة القيمة ماكسمايز، أصبحت من مينيمايز إلى ماكسمايز وكل قيمة موجبة. وبالتالي مينيمايزيشن أوف ذس أو تقليل هذه الدالة معناته تعظيم هذه الدالة. هاي القاعدة الرياضية بعلم التفاضل والتكامل. الآن من أجل تحويل صيغة القيد اللي أكبر من أو تساوي لاحظوا لي إلى أقل من أو تساوي نضرب طرفي متساوية أو لا متساوي عفوا بسالب واحد. ضربناها بسالب واحد طلع عندي هذا، هاي اللي هي 2 أكس، أو ضربناها بسالب واحد صارت 2 أكس زائد 10 واي زائد 2 دبليو أقل من أو تساوي 16 هذه هي. وأنا الآن أصبح الصيغة قبل الأخيرة ماكسمايز تساوي 16 أكس زائد 20 واي زائد 14 دبليو، هاي اللي هو نريد أن نعظم هذه الدالة خضوعا لهذين القيدين. القيد الأول 2 أكس زائد 6 واي زائد 4 دبليو أقل من أو تساوي 20، وهنا 2 أكس زائد 10 واي زائد 2 دبليو أقل من أو تساوي 16، وعندي أكس وواي ودبليو كلياتها قيم غير سالبة اللي هي أكبر من أو تساوي 0. نتابع الخطوة الثانية، تحديد وإدخال المتغيرات الراكدة slack variables، وهي متغيرات تضاف إلى القيود من أجل تحويل قيود اللامتساويات inequality constraint إلى قيود متساويات equality constraint. هذه المتغيرات ضرورية في القيود من أجل تحويلها إلى معادلة قابلة للحل. لاحظوا لي ما الذي يحدث هنا، هذا القيد الأول، هذا القيد الثاني، هنا القيود اللي هي non-negative تركنا فراغا هنا. فالآن 2x زائد 6y زائد 4w في هذا في القيد الأول أضفنا إليه زائد s1، حيث إذا كان كل قيمة واحد من هذه الـ x وy وw تساوي صفرا فإن المتغير الراقد قيمته بتكون الراقد بتكون قيمته 20. في القيد الثاني أضفنا s2، إذا كانت هذه كلها تساوي صفرا، هذه صفرا هذه صفرا، فإن قيمة القيد الثاني S2 تساوي 16، وهنا أضفنا S1 و S2 كلياتها أكبر من أو تساوي صفرا. أوكي؟ نتابع الخطوة الثالثة، بناء جدول القيم Simplex Tableau نسميه احنا، وهو ما نحتاج إليه القيام بالحسابات الضرورية ثم الوصول إلى القيم المثلى. ويتكون جدول من معاملات متغيرات القيود ومعاملات الدالة الهدف كما يلي. الآن الآن حولنا صيغة الدال للهدف مع القيود إلى صيغة معيارية. كيف؟ أضفنا أول شيء ما يسمى بالمتغيرات الراكدة، هذا المتغير الأول الراكد وهذا المتغير الثاني كلفته صفر فمضروب بصفر. هنا أضفنا المتغير الراكد الأول في القيد الأول ثم المتغير الراكد الثاني في القيد الثاني وأضفنا هنا، وجعلنا الآن اللامتساوية متساوية. لاحظوا لها قلبناها الآن من أقل من تساوي 20 إلى أصبحت تساوي 20، وهنا كانت أقل من تساوي 16 أصبحت الآن تساوي 16. فسنستفيد من كل هذه الأرقام اللي هنا، هذه المعاملات هنا هنا وهكذا 2 6 4 2 10 2 و 20 و 16 وهكذا في التابلو التالي. الآن هذا التابلو، هذه قيم X، لاحظوا لي X 2 و 2 وضعناهم هنا، Y قيمها 6 و 10 هي 6 و 10، W قيمتها 4 و 2 هي 4 و 2، S1 موجود في القيد الأول وضعنا له واحد،
S2 غير موجودة في القيد الأول وضعناها صفر. Z مش موجودة، ليست موجودة في القيد الأول، صفر. ليش قيمة القيد الأول 20؟ إذن وضعنا 20. في القيد الثاني الآن لاحظوا لي 2 10 2 S1 غير موجودة وضعنا صفر، S2 موجودة وضعنا واحد، Z غير موجودة وضعناها صفر. أخيرا الآن إذا الآن جعلنا فقط Z يعني هنا بالطرف الأيسر ونقلنا كل شيء إلى الطرف الأيسر، هنا إلى الطرف الأيسر، لاحظوا لي تصبح سالب 16 سالب 20 سالب 14 صفر يبقى صفر وهكذا. فالآن عندي سالب 16 سالب 20 سالب 14 صفر صفر واحد لأنه زي معاملها واحد صحيح، وهنا صفر. إن شاء الله سنتعلم في المقطع المقدمة رقم 6 كيف الآن نقوم بحساب كل هالأشياء هاي من خلال مثال عملي بإذن الله تعالى. أكون بذلك قد انتهيت. طبعا هنا هذه عفوا قبل النهاية 2 و 6 و 4 و 1 0 0 وهكذا، هي من هنا لاحظوا لي. والثاني القيد الثاني 2 10 2 0 1 0 هي من القيد هذا، والدال الهدف أتينا من هنا بها مقابل هذه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الجزء الثاني بإذن الله تعالى سنتابع حل نموذج تعظيم حتى النهاية حتى نصل إلى القيم المثلى Optimum Value بإذن الله. والسلام عليكم مرة ثانية وأخرى وبركاته ورحمة الله وبركاته، عفوا أحبتي.